وفي حي الخالدية بحمص بواسل قواتنا يحققون مزيدا من التقدم في ملاحقة فلول العصابات الإرهابية. كاميرا المركز الإخباري رافقت بواسل قواتنا في الحي، وأعد لنا الزميل المراسل الحربي معين درغام هذا التقرير. نحن الآن في حي الخالدية وهو جامع النور بعد أن سيطرت بواسل الجيش العربي السوري على الجامع، لنشاهد عمليات التخريب التي قامت بها العصابات المسلحة، كما نشاهد بالصور كيف قام الإرهابيون بالاعتداء على الجامع وتخريبه. احكي لنا كيف عم تقوم العملية العسكرية. تتابع قواتنا المسلحة الباسلي بكل عزيمة وإصرار ملاحقة وسحق فلول المجموعات الإرهابية المسلحة. ترون تخريب هذه المجموعات الإرهابية المسلحة، والجيش العربي السوري بكل عزيمة وإصرار يتقدم من أكثر من محور، وسنسحق كامل فلول المجموعات الإرهابية المسلحة بإذن الله، والنصر قريب. دخلنا إلى أحد أوكار الإرهابيين في حي الخالدية، كما نشاهد كيف كانت تقوم العصابات المسلحة بالاعتداء على منازل المواطنين وجعلها أوكار لهم، عمليات فتح الطلاقات والتخريب التي قامت بها هذه العصابات في بيوت المواطنين. ننتقل من منزل إلى آخر في حي الخالدية بعد أن سيطر بواسل الجيش العربية السورية على كتل أبنية جديدة داخل هذا الحي. هذه الأبنية والكتل الجديدة التي سيطرت عليها بواسل الجيش العربي السوري. دخلنا إلى أحد الأوكار الهامة للإرهابيين المرتزقة، طبعا كما نشاهد هذا الوكر كيف كانوا يقومون بوضع المتاريس داخل بيوت أحد المواطنين. أيضا في هذه الغرفة كما نشاهد كاميرات مراقبة، وهنا كان القناص يجلس ليقوم بإطلاق القنص على المواطنين المارة في هذا الشارع. نتابع رصدنا لمقر وأوكار الإرهابيين في حي الخالدية، كما نشاهد هذا الوكر والمقر الذي جعل منه الإرهابيون مكان للاعتداء على المواطنين. هذه هي غرفة السجن كما نشاهد. إذن أحد السجون التي أقامها العصابات الإرهابية في حي الخالدية للاعتداء على المواطنين. اشتباكات تدور بين وحدات الجيش العربي السوري والعناصر الإرهابية في حي الخالدية. نحن في شارع الفاطميين بحي الخالدية، هذا هو الشارع اللي نشاهد حجم الخراب والدمار الذي أحدثته العصابات الإرهابية داخل هذا الحي. الإرهابيون يتساقطون أمام ضربات الجيش العربي السوري في حي الخالدية. لأخبار تلفزيون العربية السوري، معين درغام، حي الخالدية.